كيف ممكن نطلب من المستثمرين والمغتربين يفتحوا مصانع ويرجعوا على لبنان إذا ما قادرين نطمنهم هن وأهلهم وموظفينهم وعائلاتهم طبعاً في حال مرضوا إنه الدواء والعلاج موجود بلبنان مش بتركيا؟ وبالتالي بعيداً عن سياسات التغطية الصحية الشاملة ودعم الصناعات الدوائية اللي كتير منكم سمعها بالبرامج الوزارية والانتخابية، اليوم في أولوية كبرى هي وجود الدواء والطبيب في لبنان. قبل ما نحكي عن ما هي التغطية الصحية أو الجهات الضامنة أو مين بده يدفعها وكيف بده يدفعها، سياسة الدعم اللي وضعت من قبل الحكومات السابقة والمصرف المركزي أدت إلى انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية لأنها كانت غير شفافة وعشوائية. لذلك المطلب الأول والفوري هو وقف الدعم من المصدر وتحويله إلى الفئات الأكثر عوزاً من خلال مناقصات متخصصة أو بطاقات صحية. وبالإضافة للدواء والمستلزمات، العلاج بده طبيب. والواقع أنه قبل الأزمة وبعدها أحد أهم أسباب هجرة الأطباء هو التعريفات الطبية المشحفة للأطباء والممرضين. لذلك هيدا الإشحاف بيؤدي للهجرة وللفساد وما أكثره ولتدني المعايير. لابد من قرار جريء بتعديل التعريفات الطبية والاستشفائية بطريقة واقعية بدل سياسات غض النظر. الأمر الثالث، وهون شوي في ناس رح تزعل مني، ضرورة استبدال القروض والهبات المرصودة لتجهيز المستشفيات الحكومية والاستعادة عنها باتفاقيات مشاركة بين المستشفيات الخاصة والعامة. بكثير من الأحيان بيكونوا بعاد كيلومتر واحد عن بعضهم، وليه بدنا نشتري 10 مراي لنجهز مستشفيات حكومية ما قادرين نتحمل كلفة تشغيلهم وصيانتهم. رابعاً، المكننة. أخذت قرار واحد موجود اليوم بوزارة الصحة عن البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية، إذا تم تفعيله بيؤدي للشفافية وتعقب وتوصيل الخدمات عن بعد وبقلل التكلفة. طبعاً مع جهود القطاع العام، القطاع الخاص عنده 3 واجبات. الأول هو مساعدة صمود الكفاءات بالبلد من خلال منح الموظفين تأمين صحي خاص وشامل، ما يقلل من الضغط على الجهات الضامنة وطبعاً بيفتح سوق تنافسي بقطاع التأمين. الواجب الثاني هو وضع خلية استشارية للاستثمار بالقطاع الصحي والمساعدة بدراسة مشاريع المشاركة اللي حكينا فيها. ثالث واجب هو المشاركة بمحاربة الفساد، وبالفعل اتطوع 3 من أعضاء الشبكة للمشاركة باللجان المستقلة للتدقيق والمحاسبة بشكاوى الفساد الطبي كدعم مشروع قانون محاربة الفساد بالقطاع الصحي اللي تقدمت فيه نقابة مستوردي المستلزمات الطبية لمجلس الوزراء والنواب. وكمان مرة ندعي النواب لتبني هذا القرار وإقراره.